أنا عندي 17 نفر. وبيتي وقع أثناء التحرير بزمن القوات الأمنية. طيب. إلى حد الآن ماكو أي شيء يعني يسوون معاملة من 2018 وأنا عندي 17 نفر ما أستلم دينار. لا حول ولا قوة إلا بالله. دينار ما أستلم. بعت سيارتي وبعت وشبيه بعد أبيع من الجهاد. طيب كانت عندك مراجعات لو ما راجعت؟ أخي إحنا كملنا معاملات و... طيب الخلل وين؟ إيش قالوا لك الخلل وين؟ على الميزانية ولحد الآن هاي صار 3 سنوات. على الميزانية. والله تعبنا والله العظيم تعبنا يعني ما ضل عندنا مقروض يومي شنو يعني باكيت حقك.